عشية بيتش بارتي حتى لسبعة من الاثنين الجمعة. تحية لكم الناس كل ما كنتم في الاستماع، موعدكم كالعادة نهير الخميس مع لبنى عاشور مؤسسة ديكو هاوس باند في ديكو لبنى. خلينا نسلم عليك الساعة ونقول لك أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيكو. الحمد لله صبا كالعادة اون فورم، وديما فما جديد في ديكو هاوس باند. أما المؤسس نتاع ديكو هاوس باند راهو سي بشير حفار اللي هو زوجي. كيف كيف كيما كيما عندناش مش ما يتغشش. عندك الحق هكاك. لا لا ما يتغشش بالعكس، انا حاطتني في الفترينه كيما يقولوا. سينو معناتها تحيه ليه، وكهو هو معناتها الاساس في كل شيء. بيان تحيه، وهو ديما الراجل ديما هو الاساس راهو في كل حاجه. الحمد لله الوراء كله امراه عظيمه، رجل عظيم، وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، هكا ولا هكا فوالا متفاهمين فيها الحكايه هذه. يلا سينو نمشيو لساندي، نمشيو لصحيح تسويت في اهم المعلومات اللي لازمكم تعرفوهم على ديكو هاوس باند، وسورتو نحكيو على جديد في الديكوراسيون. هذا كل في ديكو تسويت. ديكو ديكو بلا بي لبنى، شنو باش نحكيو اليوم؟ كالعادة مش نحكيو على خدمتنا اللي قمنا بها في في الجمعة هذية. هذا اللي في شوانتنا معناتها الابليكاسيون اللي عملناها وديكوراسيون اللي قمنا بها معناتها في الديار ولا في في لي صالون. سينو زادا مش نحكيو شنو اللي عندنا جديد معناتها البرودوي معناتها اللي كانت اون ريبتور ولات موجودة تويكا، وكل خاطر تبارك الله فما دي برودوي خرجوا لي بانيل اللي في بوا اللي في ماربر وكل. وهذه ديجا فرصة باهية خاطر توا فما برشا اللي داخلين من الموند الصيفي داخلين للخريف فوالا، دونك ينجم يتبدل شوية الألوان، تتبدل الأشكال من الصيف للشتاء. صحيح حتى الألوان زادة سيغتو الألوان برشا الألوان تتبدل تتبدل برشا يفهموا في الموضوع. مش كيما في الصيف الدار محلولة، شبابك محلولين، برشا ضو يدخل الوسط الدار وكل، معناتها فما اختيار آخر للألوان وكل. كيما ينجم الألوان اللي اخترتها في الصيف في الشتاء معناتها تمشي لك شتاء، واحنا الحمد لله مناخنا ديما معناتها عندنا شمس وضوء وكل، يخليك كي مش تحل شبابك ويخلي الضوء يدخل لك في النهار ولا حتى مع الكليغاج نتاع الليل، يعطيك نظاره والوان معناتها ياسر حلوه ومزيانه في الخدمه معناتها اللي نخدموها كالكو سوا كولور ولا بابي با ولا كالكو سوا. سينو انت تو باهي برشا معناتها وقت، وكي قلت لي على الكولارات معناتها كيفاش مش نخدم تو الشتاء وكل وليت الجرأة في الألوان الغامقة موجودة معناتها عندك. أيوة. قبل معناتها الدنيا كل لازمها دار كل بيضة ولا بيج كريم أكهو معناتها ما نغمقوش وماسط ومش يجيش، تو تبارك الله معناتها بدلت الفكرة وتطورت معناتها الأذواق وكل، ولات مواكبة معناتها العالم الكل، زاد تنجم تقول ولينا فرد ذوق معناتها وفرد معناتها فرد موضة نمشي عليها الناس الكل. في الشتاء الحاجة اللي هكا تخلينا معناتها اللي يقولوا احنا تمشينا مع الشتاء اكثر اللي هي الالوان الاغمق. الالوان الاغمق هي بالطبيعه هذه معروفه لي حتى الشتاء، الشتاء يمشي اكثر على الالوان الاغمق اكثر من الفاتحه في السنه. بورتون كي نحكيو على الضوء زاد الحمد لله معناتها عندنا شمسنا وعندنا ضونا زاد في الشتاء معناتها معناتها ديما مناخنا مزيان الحمد لله في تونس. كي مش نغمقوا باهي، احنا كي مش نغمقوا حاجه حلوه وتولي هكا هكا انتيم هكا معناتها اللوكال نتاعنا ولا لا ولا ماش بيت نوم صالون ولا بيروك ولا كالكو سوا معناتها اللوكال باش نخدموه. مزيان كي مش نغمقوا كل، اما يولي شويه هكا في مكان يبدا ظريف شويه ولا صغير مشي تغمق شويه مش تزيد تصغار، ونعرفوا احنا لون الغامق يزيد المهم زاد يضيقها السباس. الالوان الالوان اللي توا في خلينا نفسرها اكثر للمستمعين، توا الالوان ولا حتى الاشكال اللي تحطها انت في الحيط نتاعك ولا كلكو سوا حتى لي برودوي ديكوراتيف اليوم تعطي لمحه اخرى للبلاصه، تنجم تسخرها تنجم تكبرها تنجم تعطيها روح تنجم ما تعطيهاش روح، دونك الالوان والاشكال حاجه مهمه برشا حاجه مهمه برشا. هذاك علاش احنا الكونساي نتاعنا زاده مهمه كي نمشيو احنا سور لوكال ونشوفوا لك بلاصتك، ولا مش يبعثونا كي مش يتصلوا بينا معناتها على الباج ولا ديكو هاوس بانت ولا على الانستغرام والفيسبوك باش نذكروهم، كي يبعثونا التصاور معناتها الشامبر ولا ما اي
مكان معناتها مش عملوا له ديكوراسيون راهي احنا مش نعاونوهم بالفكره ونجموا نعملوهم كونسيبسيون كي مش نخدموا لهم احنا بيان سور غراتوي معناتها وننصحوهم في الالوان وفي احنا نقلبوا الذوق للكليون بيان سور من الاول شنو اللي يحب سولون الموبل اللي موجود وكل ننصحوهم معناتها على الكولور اللي مش تحطوا الدرجه اللي مش تحط فيه غامق ولا المتوسط ولا الفاتح احنا الدرجات احنا صحيح عندنا اكثر من 10000 لون اما معناتها احنا عندنا ثلاثه درجات نخدموا عليهم ثلاثه درجات هذه اللي نخدموا عليها الالوان نتاعنا الالوان الالوان المائيه الالوان الضوئيه الكل الالوان ايه انت تو رجعتني الوان مائيه وضوئيه وشنو عاونوني اخرى وقعت نخدم نحكي بالبروفيسيون تاعنا هي سنو احنا من الاول قلت انا باهي معناتها كي مش نغمقوا حاجه حلوه وتوندونس وكل ومن بعد قلت لا ما نغمقوش وقت اللي يبدا سباس صغير وكل يمكن اللي يسمع فينا يقول احنا تو نغمقوا ولا ما نعملوش ولا بار كونتر فما الحل كي مش نعملوا كي تبدا شامبر صغيره ولا بيروك صغير ولا حاجه ومش نخدموا من على الشكل الفير اللي توندونس تويك هكا شويه فونسي يبدا على البردو ولا الفير بوتي ولا تنجم تخدم الفونسي نتاعك على سيرفاسير ولا اي برودوي ولا بانتور ديكوراتيف ولا بابي بان اللي هو الكل متوفر عندنا مش نخدموه وفوق هدايا نجمو نخدموا لي مولير هذوكم يتمثلوا في ديكادر اللي حكينا فيهم قداش من مره مش نوريهم زاد شويه اخر اللي كادر هذوما كي مش يركبوا فوق البانتور ولا الديكوراسيون الفونسي نخليو لي كادر اون بلون مش يعملوا فريشور ومش يخليو معناتها مش يفتحوا بورتو هما دي بتي كادر مش يدوروا معناتها على جزئيه صغيره قدر ما تبدل تبدل برشا وضويها معناتها بورتو معناتها تبدا الاسباس بكل معناتها الاربع حيوط نتاعها غامقين كل مش تضوي ومش تبدل مش تبدل وتفتح هذه اللي باش نشوفوها في بعض الصور اللي نجم نذكر المستمعين يلتحقوا بينا في المشاهده على ستريمينغ لايف راديو كابونتيان ولا بتبيع على ريزو سوسيو كابا فيما الكل الفيسبوك الانستغرام واليوتيوب والبداية تكون مع الصورة هذه شو مش تحكينا بالضبط على الصورة هذه لبنى الصورة هذه هي هكا معناتها كي نقلبوها معناتها مش نلقاو خدمنا فيها البابي بان ولا نقلبوها تصويرة ولا باش نقلبوها نقلبوها معناتها تصويرة باهي نبداو التصويرة اللي بعد سينو نرجعو نلقاو التصويرة تقلبت مازالت عندنا بعض الصور اللي مازلنا نجمو نتفرجوا فيهم لبنى سينو اللي مش نحكيو عليه والمهم هو في الصورة هذيا البرودوي معناتها ظاهرة لهنا عملنا دي موليور اللي كنت تحكي عليهم اللي كادر موليور ستيلهم ياسر مزيان معناتها توندونس 2023-2024 قلت انا كي مش نخدموهم على حيط فونسي يبدا حيطك فونسي الدرجة الثالثة معناتها ما يقلقش كي نخدموا فوقهم اللي كادر كيكا اون بلون ياسر مزيان ياسر حلو عاطين وهرة مزيانة عاطين وهرة سينو احنا لهنا خدمناهم الانتريور نتاعهم بابي بان في فيلور ياسر مزيان ونعطيك حاجة زاد أخرى سمحني قصيت عليك اللي زاد جلب انتباهي أكثر في الصورة هذية هو تكسير الألوان والأشكال وتكسير القواعد كل من ناحيتك الليلونيغ اللي موجودين من فوق زادا أبار هذي كل فما 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 غفلية راجعة من المذاوة حتى على البابي بان ولا حتى على الموليوغ دونك عاتية وهرة وعاتية حاجة مزيانة برشا نجم نقوله أنه أنا نتصور روحي تو قاعد على كنابي في البلاصة غاديكا وقدامي حيت برك انا نتفرج فيه نعمل جو يكفي يعني والله لا فيلم لا مسلسل صحيح ساعات ما تستحقش موبل والله ساعات كيف تراك هي تلقى معناتها ديفون صغير ما في حد شيء معناتها مزيان ما تكثرش في الموبل ما تصرفش زاد برشا وكل وحيوتك صحيح. بالرونق هذاك وديكورك هكيكا وتعمل لك اللي فيه باركي مثلا في القاع ولا اون بي في سي يكفي وانه معناتها الباز نتاع الدار مزيان ما عادش يستحق برشا موبل وبرشا مصروف بورتون فمي كما فماش برشا مصروف يمكن معناتها اي واحد يسمع فينا يقول انا ديكوراسيون معناتها تحب لها بيدجي انا خارج من بني خارج معناتها من مقاول كنت نخلص فيه وكل تجيني في البانتور نعمل بانتور سامبل وسي بون يزي معناتها ضربة سيرفاسور للحيط سيرفاسور ويكفي يزي مصرفنا ويزي معطينا للمقاول وكل باغ كونتر خليه هو العكس دونك الديزاين هذه ما تتكلفش برشا والله
بها عودتها قداش من مره. المشكله اني ما بلاش فلوس عندنا احنا بلاش احنا كي مش نخدموها للسرفاسير والبانتور نتاع ولوحه وحديدها دار الكل معناتها ساليبون دار شنو معناتها ابارتمون فيلا ولا سنتر ولا بيرو ولا حتى باتيمه معناتها كبيره. الديكوراسيون كي مش نخدموا البانتور سامبل نتاعها ماستيك جينيرال نتاعها البانتور ما والسرفاسير وكل الديكوراسيون غراتوي غراتوي من سوسيتي ديكو هاوس بانت. وهذه حاجه نشرحوا بها كليوناتنا وهذه حاجه تشهي باش نمشي ديكو هاوس تشهي تخليك تقف قدامنا بالسيف والله ما تتفرح. هذه كادو اوفر هكايا تتعطى لك معناتها اللي من بعد نورمالمون بعد ما تدهن مش تخمم في الديكوراسيون كل تلقاه حاجه بلاشي غراتويتمون تجيك معناتها وتجي تختار اللي تحبه ما نربطوكش معناتها في بابي بان نقول لك لا هذاك اوت جام نتاع ما نعرفش قداش امشي لجام اخرى وامشي لاقل وكل با دو تو معناتها حتى كان عندك ديكوراتور يختار شنو يحب زاده كيف كيف والمستحيل ممكن اليوم بحكم انت جبت لنا الكادو المزيان هذا وشهيتنا برسمي باش نمشيو للديكو هاوس بنت. خلينا نذكروا انه الاكثر التفاصيل موجودين على الانستغرام نتاعكم ولا بتبيع على الفيسبوك كيف كيف ديكو هاوس بنت. لكن زاده يتصلوا بكم ولا زاده لازم نذكروا انه موجودين في نابل قبل استيغ نابل ب 150 متر مش بعيد برشا وسط البلاد زعما أفينو حبيب بورقيبة شارع مهم في البلاد ومعروف أعطينا في نابل بيان سور. يتصلوا بنا على 98-231 وإلا يتصلوا بنا على 98-757-312 هذه بالنسبة للأرقام. سينو مازلنا في مشاهدة لبعض الصور ونزيدوا لغاضوا بعديك نذكركم إذا كان فاتكم شيفر ولا فاتتكم ولا أرقام نذكركم بها بعد شوية. لكن سينو مازلنا مش نكملوا مع بعض الصور نمشيو الى بعض الصور لانه قالوا لي اللي كيبن معنا سبوت بيبليسيتير بعد لحظات نكملوا في الصوره المواليه به. احكي لنا شويه على الصوره هذه. هذه كيما مع الصوره الاولانيه هذه فما لي بانيل افي بوا فما اون بي في سي وعندنا اون بوا وعندنا هذا ليكيفالون تاعو اللي تكلف اقل للكليون كل اون بابي بان. بابي بان معناتها اون 3 دي يتكلف الكوم تاعو اقل من لي بانيل في بوا البي في سي والبوا يركب معناتها في لحظات كيما معناتها لي 5 متر كاري تركب يمكن في ربع ساعه ولا في درجين زاد ما فيهش واقل تكاليف من البوا واللي في والاهم من هذا كله يعطي وهره مزيانه لل اكيد للحيث. اكيد في 3 دي معناتها حاجه كيف مش تشوفها تمشي تمسها وتقول لا هذا مش بابي هذا اون بوا لوح بي في سي حاجه فما شوفوا اون ريليف جوستومون هذاك حبيت نعطي ليماج هذيا خاطريك تبين اللي هو بابي بان قاعد يركب فيه قاعد يركب اون 3 دي حاجه مزيانه برشا. لكن قبل ما نوصلوا مع كلوبنا خلينا نشوفوا قد ايه الوقت حلو مايل عد وقتك على كابا فام توا الخمسة تبع راديو كابا فام البسوا صيفة مع ماتزارو ميلانو جيسكا موان 50% سيغ تو لي زارتيكل تلقاونا في العوينة باردو المروشكات نابل سوسة سهلول صفاقس وقابس مع ماتزارو ميلانو هكا السولد ولا بلاش بيتش بارتي فلا وعدنا لكم من جديد دونك الخمسة وبهذه اللحظات قبل بدقيقة مازلنا معكم حتى لسبعة متاع العشية في بيتش بارتي مازلت معنا ونسلموا عليها مرة أخرى لبنى عاشور. دونك بكرة شوية كنا نتفرجوا في بعض الصور الجميلة وصلنا للي بانيل إيفي بوا دونك هكا هذه التصويرة اللي وصلنا لها دونك مازلنا في بعض الصور هكا كاملة هدايا كامل هدايا ديما نحكيو هذاك بابي بان
effet bois équivalent تاع ليفي معناتها البوا اون بوا فما لي اون بي في سي معناتها هذاك بابي با تري سامبل يعطيك ايفي اون 3 دي معناتها لما تقرب له بالشمس وباش تفهم اللي هو معناتها ليس ما فيهش ماهوش اون ريليف دايوغ توندونس توندونس ويتكلف اقل من لي بانيل ايفي بوا والبي في سي ومعناتها وديما معناتها الكلهم متوفرين عندنا بيان سور معناتها كيما تلقى الفري بوا كيما تلقى ليكيفالون تاعو اللي ما يتكلفش في البابي با دونك الدل ماذا ايش حابه تقول انا انت وفما الماربر فوالا ولهنا اون بوا تاوك اللي نشوفوا فيهم اللي في البوا هذاك هذاك اللي معوضناه بالبابي با في التصويره اللي قبله هذايا صحيح والاخر بابي با فوالا وساعات تشوف البابي با احلى بيان سور حكى لي كولور حكى لي هنا لي كولور متوفره يمكن فيها اربع كولورات وزادة كيف كيف فما اللي في ماربل زادة كيف كيف هذاك اللي وراء التيلي بالضبط زادة متوفرة عنا اللي كان معناتها اون روبتور معناتها وتو ولا موجود خاطر كيما رخا في ماربل زادة كيف كيف فما كل اللي فريز هذوكم دي رولو هذوكم يتباعوا عنا زادة كيف كيف هذاك تركيبه وحده زادة تركيبه وحده كل اون دوغي هذاك فما اللي في ميروار وفما الدوغي هذاك بك البتي توش هذيك تخليه معناتها تزيد تحلى ديكوراسيون برشا معناتها وتزيد معناتها تزيد تحليها وبيان سور كيما نعرفوا الدوري توندونس في اي حاجه تهم الديكوراسيون في الدار تعطي جماليه مزيانه على الاخر فوالا وكيما نشوفوا هكا حتى بالنسبه للصوره هذيا دونك حاجه ممتازه جدا زينه والتنسيق بين الالوان حاجه ممتازه جدا هنا بدلنا الكولور جمله كسرناها بالجري الوغ لا حاجه مزيانه برشا تاع مع البلون هذا كسرفاسير سرفاسير ايوا كيما كنت نحكي قلت عندنا اكثر من 10 ميغوار شكون ما هذوكم دي ميغوار هذوكم لا هذوكم لي موليور لي موليور لي موليور لي موليور لي موليور كيما كنت نحكي قبيله قلنا بعدا كي باش نغمقوا في حيطنا وكل نزيدوا لي موليور اون بلون يخليها يخلي اللوكال نتاعك هكا اضواء والغموقيه ما تظهرش برشا واللي نقصوا بها معناتها كل الفراغ الكبير اللي يكون موجود في الحيط هذاك فوالا زاد كيف كيف اللي كولور هذوما عندنا قلنا لوجيسيال معناتها يخدم اكثر دخلتوا به اكثر من 10000 لون على السرفاسير على لاكي على اي برودوي ديكوراتيف يطلبها الكليون ساعات معناتها يبدا مربوط بالكولور ماشي يقول لي يجيب شويه من التيسيو نتاع الصالون نتاعو ساعات يجيب كوسان ساعات كولور ما يعرفوش هو اصلا اي ما يعرفوش والا معناتها حاجته بالطون هذاك ايدونتيك احنا نخرجوه له كيما قلت انت ايدونتيك ما فماش مستحيل ديما معناتها عندنا اللوجيسيال معناتها نجنقلوا به كيف ما نحب معناتها من اقوى ما فما بالحق من اللوجيسيال اي سورتو عندنا معناتها ليكيب نتاعنا معناتها تخرج لك اي حاجه حتى معناتها من غير ريفيرونس معناتها تخرج لك الكولور اللي تتخيله والا جبته معناتها حشك به بالضبط نخرجه لك وما يحيرش معانا الكليون جمله جمله وهذا تطور ولا تميز تطور ولا تطور وزاد حتى كي خدمه لي بروفيسيونيل راهي ماهيش سهله راهو هذا الكل خرج من اكسبيريونس كبيره من عوام طويل في الخدمه هذه مع وصاروا لنا مثلا حتى دي زاكسيدون معناتها باش نحكي معناتها كولوري هذاك اللي يكون صحيت هذاك اللي يعمل اكسبيريونس ويكون الفريق نتاعنا ويخلينا عندنا اكثر خبره واكثر معناتها سيرفيس اكثر رابيد وديريكت نعطيوك النتيجه معناتها ما نخسروكش لا في وقت لا في فلوسك لا في حتى شيء والحمد لله. والضربه اللي طايحه حقت قويك قويك هكا فوالا بالضبط دونك شكرا ليك لبنى صحيح المثل حلمه ولا مش صحيح خاطر انا احلام تضحك نعرف روحي راني غلط المهم اخويا
قويين. المهم قويين. قصينا على غلط. يلا سينو نستنجد بالفريق. شكرا لك لبنى مرة أخرى. فرحان جدا أنك بحضرنا اليوم. صور اليوم على الأغلام مزيانين على الأخر، دونك شاهدني بالرسمي باش نعمل دويرة كيما كي مزيانة. إن شاء الله باش نعمل. وباش نكلمكم أنتم راهو أموركم كيما توا. احنا اللي يعجبك فينا بالفلوس تخدم بليشي تخدم بال كديرك بالفلوس لا لا زاد لا اكيد وديكم هاوس بان ديما موجوده معناتها، وبالعكس تعاون حتى معناتها فما مدارس وفما معناتها جمعيات تجينا وفما هذايا كل اللي ما يحبش باش الحفار معناتها ما يحبهمش يتسمعوا معناتها ونحكي عليهم ما يسالش معناتها باش الواحد يكون قدوه ويكون معناتها يوصل حاجات الباهية اللي يعملهم ما يبطع للخير. راهو بالحق فما معناتها جمعيات قائمة معناتها واقفة على حاجات كمن هكاية معناتها اللي واقفة على مدارس وواقفة على حاجات معناتها احتياجات معناتها دي سنتر هكاية متاع معناتها اللي يحتاجوا معناتها ولا ما شاء الله معناتها أي واحد يسمع معناتها وينجم يعاون بأي حاجة بالجمعيات، ما عديش جمعية معينة ولا حاجة، اللي يسمع بحاجة ميسالش يعاون سواء بمبل ولا سواء معناتها بانتور ولا بأي حاجة معناتها كما قولوا احنا مدارس ديار ايتام ولا حاجة ميسالش يعاون، راهم توانسة لبعضنا واللي ما مش يعمل حاجة يبقى عند أكيد كما تربينا هكا من الصغر ملي حلينا عينينا التونسي لتونسي رحمه. تعرف وقتاش تعلمت انا لبنى هذيا ولا الامانه؟ وخليني نقولها لك، انا وقت اللي بديت في مسيرتي الصحفيه قبل ما نبدا اعلاميا وقت اللي كنت مراسل لاحدى الاذاعات، وقت اللي كانت تكلمني واحده من الاذاعات الاربع متاع الصباح تقول لي راك عندك خدمه في قبلي ولا عندك خدمه في القصرين، صدقني نمشي ما نخافش، كون نوصل غاديك القصرين ونوصل لنابل للقصرين ولا لسيدي بوزيد ونوصل لبرشا بلايص بعيده اللي اول مره نمشي لهم في حياتي، كي نوصل غادي صدقني فما تعاون كبير، يرحبوا باي انسان بشوف محلاهم يدخل لديارهم هيك تلقى الحاجه مزيانه. اي بالحق قداش قلوبهم كبيره وقداش عطائين وكله هما معناتها بساط على الاخر، معناتها شفنا كي يبدا عبد معناتها ناس محلاهم نلقاو معناتها كيما قلت انت التونسي للتونسي رحمه الحمد لله. محليك حسين. عايشك عايشك. محليك لبنى. كيف تصلوا بينا في ديكو هاوس بانت على 97-231 ويتصلوا بينا زادة على 98-231 وعلى ديكو هاوس بانت باج فيسبوك ولا باج انستغرام مش نجاوبوهم على أي سؤال على أي استشارة معناتها يحبوا عليها. مش نجاوبوهم في اي وقت. ومرحبا بكم. ولا فوالا مرحبا بكم من الناس الكل مازلنا معاكم قاعده حلوه مع لبنى. برسمي اللي يعجبني في لبنى انها على ايجابيه على طبيعتها وعفوية برشا وعفوية ونحس روحي نوقع في العباد بالرسمي دونك هكا برسمي حتى في الكوليس محليها لبنى نبداو قاعدين معاها نعملوا برشا جو ونضحكوا ونفدكوا محلاه لبنى ومحلاه المستمعين الكل وين ما كانوا. كانت هذه ديكو، نرجع معكم بعد شويه. ديكو ديكو.